جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الكريمه على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات